الختام نرمين رح نحكي فيه عن مشكلة العصر مثل ما عم نقول، وهي الحديث يمكن اليومي اللي بنسمع عنه كتير، البدانة إن كان عند الصبايا وإن كان عند الشباب، والطرق الكتيرة لمعالجة هي البدانة. نرمين قديش هو حديث العصر عم نسمع؟ كتير يعني، وكلياتنا رح اصلا نمرق فيه بفترات. هلا انا وياك ابطال الدايت يعني، نحن انه فرح كل فتره لازم نكون بدنا نعمل دايت، في 15 كيلو بيطلعوا وبينزلوا 3 كيلو طيب اوكي، فما بنعرف كيف نخلص منه. مثل ما قلتي، هوس عند كتير من الصبايا، خصوصا لما بيشوفوا صور الانستغرام والبحر، فكل واحد ببلش هيك يطلع على المرايه ويتحسر يعني. وخاصه الاذواق يمكن بتختلف من عصر لثاني، الموضة بتختلف، واليوم كان العود الفرنسي هو الأكثر رواجا مثل ما بنقول. رح نحكي كيف نحن بنقدر نتغلب على البدانة بطرق سليمة وصحية، وممكن أوقات تدخل فيها الجراحة بحسب استشارة الطبيب. رح نحكي عن هذا الموضوع بتفصيل مع دكتور أحمد السيب عرقسوسي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية. صباح الخير دكتور، ينعاد عليك بكل خير. كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا هيك نعرف أكثر الفرق بين البدانة، السمنة، زيادة الوزن، في مؤشرات اليوم بتقدر تضبط اليوم كل حالة من هالحالات؟ لا، في عنا شغلتين، شغلة معقدة شوي وفي شغلة سهلة. الشغلة السهلة انه الواحد قديش طوله ناقص منه 100، هذا الوزن المثالي، زائد كيلين ناقص كيلين، هي ابسط شيء. طوله ناقص 100 سم، ناقص 100 شو يعني، قديش طوله ناقص 100 شو، زائد كيلين ناقص كيلين شو. طبعا هلا عفجال زائد كيلين، النساء ناقص كيلين شو. تمام، شيء يعني معقد اكثر شوي اسمه بسموه مش كتله الجسم، هي نحن بناخذ شلون الوزن على مربع الطول بالمتر. هلا في تحت 27 هو طبيعي، 27 ل 30 سمنه بيقولوا شلون، فوق 30 ل 33 سمنه ماضيه اذا كان في امراض ثانيه، سكري، ضغط، كذا شلون، فوق 33 صارت عم نحكي سمنه مطلقه. عرفت كيف؟ هدول ابسط شغلتين بنحكي فيهم، انه طول ناقص 100 او مشاكل الجسم. بتعرف اسمي اسم يعني، في سمنه، بدانه شديده، بدانه عاديه، كذا، حسب كل وضع. تمام دكتور، انت بتنصح باجراء بالتدخل الجراحي لما بيكون شخص مثلا عنده وزن بيجي لعند حضرتك، انت بتنصحه بالدايت وانت بتنصحه بالاجراء؟ هلا عاده نحن حكيتوا عم تحكوا كيديات، كيديات 5 كيديات 6 كيديات ممكن دمي يعني، واحد انه شويه حميه، ممارسة رياضة، كذا شو، ممكن يتخلص منه. عرفت علي كيف؟ فهي يعني بس بدها ثبات القصة. هلا بدراسة كنا بإدنبرا من 15 سنة طلعت دراسة قوية إنه كل شيء عم يساوي حميات مع رياضة مع كذا شلون، لقوا إنه في 90% صار في استجابة خلال سنتين شلون، ورجعوا الوزن الطبيعي تبعتهم. تابعوا الدراسة شلون، تقريبا 90% رجعوا وزنهم الطبيعي وخسوا وزن. عرفت كيف؟ خلال سنتين رجعوا يجين عشان رجعوا كسبوا وزن مرة تانية عشان، ويعني كان شيء معند يعني. تمام الحديث. هلا كفكرة أساسية، عرفت كيف، إنه آخر دراسات إنه التدخل الجراحي وعمليات في نوعية معينة للبدانة عشان أو جراحة استقلابية هي الحل المثالي والحل الأدوم. عرفت كيف؟ حاليا من 3 أو 4 أشهر حكينا المرة الماضية شوي، صار هلا في أدوية جديدة مشابهات الجي إل بي 1، جي إل بي 1 6، عرفت شلون. تمام، هدول عرفت كيف عم تعطي تقريبا نفس تأثير عملية، ممكن فترة تانية نقول وداعا لعمليات البدانة، بس حاليا المستطب كذا شلون، مريض عنده بدانة زيادة فوق 20% من وزنه، أو مشاكل الجسم فوق 30 مع أمراض مرافقة، أو فوق 33 أسبوع مطلق، مريض عامل حميات فوق السنتين. تمام الحديث، بدون فائدة معينة. طبعا بيكون في استشارة نفسية، في استشارة سلوكية، انه يعني عدل سلوكه، عدل طريقة غذائه بس ما استفاد. هي مو ساعتها انه لا، التداخل الجراحي او الاستطباب الجراحي صار لها معالجة البدنية اساسي. طيب دكتور، بلقاءات سابقة هيك مرقنا بشكل كتير سريع على موضوع الجراحات الاستقلابية، خلينا هيك اكثر نضوي عليها اكثر، شو مبدأها، مين الاشخاص يلي بتنصح انه يطبقوها؟ هلا الجراحة الاستقلابية هي نحن نفس عمليات البدنية عم تصير للاشخاص البدنيين، ولكن هي عم تصير لمرضى معهم داء سكري من النمط الثاني، او ارتفاع ضغط شديد معند ما في علاج شلون، او ارتفاع كوليسترول الدم فوق ال 500 شلون مع ادويه وكذا بدون علاج شلون. هذول بتساوى نفس جراحات بدني حتى لو كان الوزن تبعت منهم ضمن المثالي او مكتوب زايد شلون. هلا الجراحه الاستقلابيه مفهوم صار له 10 سنين شغال تماما الحديث، وحتى هلا كانوا فتره من فترات يعني تعتبر الحل المثالي لتدبير الداء السكري من النمط الثاني، يعني خلص يعني
احنا بيكون مريض سكري مثلا اي مرحله عم نرجع فيه برجوع مرحله لورا شلون عم يساوي رجوع حوالي 10 سنين. فنحن بتعرف الداء السكري غالبا الشباب وقت الداء السكري الكهري وقت بيصير غالبا بيكون بسن 30 35. فنحن اذا اجلنا 10 سنين صرنا 45. اختلاطات الداء السكري عاده بتصير بين 10 و15 سنه بدل ما انه مريض بال 45 50 بلش مشاكل شبكيه اعتلال الكلاوي كذا شلون نفشتيها لل 65 70 سنه شلون يعني. يعني شغله كثير وعدي وكثير سحريه. بس برجع بحكي لك الشيء الحديث حاليا صار هلا في مشابهات الجي ال بي 1 والجي ال بي 6 شلون حاليا يعني اخذت موافقه حتى من الاف دي اي شلون من تقريبا شهر انه علاج لل مو بس للشيء اسمه السكري او لا علاج للبدانة شلون عم تعطي نقص وزن 25% خلال سنة. عرفت كيف؟ شو تأثيرات هاي العلاج هاي دكتور؟ بس سؤال، في بعض النساء يمكن مقبلين على حمل، في بعض النساء ممكن متعرضين لحالة ولادة قريبة، فهون مين بننصح فيهم ومين ممنوع أو تؤجل لوقت ما بتنصح فيه حضرتك؟ هلأ الحمل أحيانا بيصير في شيء اسمه سكري حملي، عرفت شلون؟ أحسن الحالة بيصير اسمه سكري. هلأ هي الأقضاء متابعة الدكتورة النسائية ودكتور الغدد، عرفت شلون؟ نحن الشيء اللي عم نحكيه هو يعني تغيير طريقه حياه واسلوب حياه شلون على مدى طويل كثير شلون. ما فيك انه بالحمل بالحمل دائما بنكون كثير حذرين بتطبيق علاج جديد شلون او انه تطبيق جراحه كذا شلون. اصلا حتى لو بنسوي جراحه بدانه او جراحه استقلابيه بننصح المريضه انه لا سنه ما يصير في حمل لحتى تكون نحن اخذت الفائده الموجوده من العمليه مضبوط شلون. وبتعرفي الحمل انه انت الجنين حياخذ مغذيات الكلس كذا حياخذها حتى لو كانت المريضه ما عم تاكل منه شلون. هذا حيأثر على الحامل بشكل كبير انه حينقص من كلسة اكثر حيصير جهل عليه اكثر. فنحن عم نعمل عمليات بدانه او عمليات جراحه استقلابيه. النصيحه تكون دائما انه خلال السنه ما يكون في حمل لانه يعني ما قلت لك يعني حيأثر كثير على المخزون الكلس تبعيته منها حيأثر كثير على القلب تبعيت الحامل. فما يعني يعني الحمل شغله هي يعني بجوز الناس مستسهلتها بس بدها تخطيط كثير شلون. بدك واحد يكون مستعد نفسيا وجسديا لانه يعني تجربه شلون ممتعه بس الى اثار كثير على الجسم شلون. فلازم الواحد يكون مستعد لها بشكل جيد. طبعا طيب دكتور خلينا هيك نعطي نصائح اليوم لكل الاشخاص اللي حابين يعملوا جراحات البدانه سواء يعني نصائح قبل او بعد. بس انا بدي بس ملاحظه بسيطه. تفضل. هلا اجدادنا من اول كانوا يشتغلوا بالافضل وكذا شلون. كان يمكن لبن أجسام وجبنة أجسام وقشطة كذا فكانوا ياكلوا يعني طعم أجسام من هلا بكثير صحي أكثر في عناصر غذائية. لا بس كان في حياة أكثر بس كانوا يشتغلوا بالأرض كانوا يتحركوا ويمشوا وكذا عرفت القصة شلون. فكانت يعني في حركة يعني في حركة ففي حركة شلون ما كان هالمشاكل هي. هالمشاكل صارت نحن عندنا شغلتين وسائل النقل كذا شلون صار في رفاهية حتى لو كان مثلا بنزين هلا شو بس في رفاهية شلون. والشغله الثانيه استسهال الوجبات السريعه. الوجبات السريعه انت يعني اي خلص خلينا نسوي شلون يعني مثلا بتعرف يعني من عاداتنا وكل شلون يمكن كانوا مثلا ياكلوا طبخه لحمه كبيره مثلا كل اسبوع كل 10 ايام مثلا حتى هلا فاز سمع عقله جاب ديليفري جاب اكل. الوجبات السريعه والزيت اللي معاد استخدامه اكثر مره بتاثر كلها على الهرمونات بنفس الوقت عم تعطي كالوري كثير كثير يعني كميه كبيره من الحرارات بشكل سريع شلون. فنحن تغيير نمط الحياه اساسي بده يعمل عمليه حتى لو حتى لو حتى لو كان مثلا حيصير عمليه ما في عمليه بتخليك تنحفي وانت ما عم تتحركي وما عم تسوي شيء شلون. والله بعمل عمليه وباكل وبشرب وحنحف شلون. فتغيير نمط الحياه اساسي قبل العمليه وبعد العمليه وهي تجربه شلون. انت ممكن تستفيد على تغيير نمط الحياه بتنقص وزنك بدون ما تحتاج لشيء ثاني شلون. بعد العملية الدكتور حاعطيك نصائح وحاعطيك تعليمات شلون امتى تاخذ فيتامينات امتى ما تاخذ فيتامينات شلون. اهم نقطة هي المتابعة. متابعة يعني بضل عم يتابع مع الطبيب تبعيته منه بقى عادة في فريق كامل بيتابع المريض. هون للأسف الجراح مضطر يكون هو طبيب تغذية وطبيب سلوكي وطبيب نفسي عرفت كيف. بس هي أهم شيء متابعة مع الجراح تبعيته منك وتغيير نمط الحياة بالشكل الأساسي. نعم شكرك دكتور على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا. هون مشكور دكتور. شكرا لك. شكرا كثير لك يا دكتور.